في فرق نحاسيه في مصر قويه زي فرقه الغزل المحله؟ اكيد في شركات، بس انتماء لشركه غزل المحله يخليني بقول ان في عراقه في شركه غزل المحله، في عراقه فنيه فرقه الموسيقى النحاسيه اللي احنا محافظين عليها لحد النهارده وبتشارك في كافه المناسبات على مستوى الجمهوريه. خلينا نقول على المستوى الداخلي عندنا حاجات بتتميز بها مدينه المحله، هي ليله المولد النبوي الشريف والطائفه وخروج الطوائف من جميع حواري المدينه ومن جميع ازقه. تقصد بها ايه؟ اقصد الجماعه المتصوفه، الفرق الصوفيه جميعا يحتفلون بالمولد النبوي الشريف، ويتقدمهم فرق الموسيقى النحاسيه بغزل المحل. فكنا دايما بنجوب شوارع المدينه للترويح عن اهل المحل. ده من ضمن الحاجات اللي بتتعمل. مازال بيتعمل يا استاذ عبد الرحمن؟ مازال بيتعمل وبنخرج فيها سنه ورا سنه. في احتفالات نصر اكتوبر العظيم برضو مازال بيتعمل عندنا. الشارع الرئيسي في مدينه المحله الكبرى بتقام فيه احتفاليه كبيره بنصر اكتوبر العظيم. خارج لحد النهارده 6 اكتوبر الفرقه النحاسيه في الشارع موجوده في الشارع بتعزف للناس وسط الناس، موجوده في الشارع في مدينه المحله الكبرى، وموجوده في محافظه الغربيه في مدينه طنطا. بنحتفل ب 6 اكتوبر وبنحتفل ب 7 اكتوبر اللي هو العيد القومي لمحافظه الغربيه. كمان فرقه الموسيقى النحاسيه غزل المحله بتشارك في حفل الطلبه الخريجين على مستوى جامعات مصر، على ما اذكر منهم جامعه طنطا، جميع الكليات، جامعه كفر الشيخ، جامعه المنوفيه، جامعه السادات، بيستعينوا بفرقه غزل المحله. وده التعاون اللي موجود دايما بين شركه غزل المحله والدعم اللي بتقدمه الشركه واداره الشركه لابنائها الطلاب في جميع الكليات.